نعم يا تحية لك وتحية لمشاهدينا. أسامة، لو تضعنا بتفاصيل المرحلة الرابعة من اتفاق حي الوعر، كيف تتم؟ لا إياد، فقط للتصحيح، هي ليست المرحلة الرابعة، هي المرحلة الثالثة، ويتم اليوم خروج الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر اليوم. طبعا عملية خروج الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر اليوم مع بعض آلاتهم بسلاحهم الفردي مستمرة حتى هذه اللحظة. خرج 12 حافلة كان فيها أكثر من 500 شخص، بينهم 173 مسلح. طبعا عملية خروج المسلحي اليوم سيكون وجهتهم إلى منطقة جرابلس، وتحديدا إلى منطقة تادف، حيث سيرافق المسلحين في تأمين الطريق قوى الأمن الداخلي السوري وقوات الشرطة العسكرية الروسية. طبعا كنا نعلم أن عملية المصالحة وعودة تفعيل تنفيذ بنود اتفاق حي الوعر كان بإشراف روسي خلال هذه المرحلة بعد نقد المسلحين لهذه العملية. دور كبير أيضا للروس في عمليات المصالحة في مدينة حمص. معي الآن العقيد سيرجي دروجين، رئيس مركز المصالحة في مدينة حمص، نطلع منه أكثر على سير هذه العملية اليوم وخروج الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر. Сегодня акция проводится в соответствии с планом, сбоев нет. Ну и, как всегда, со стороны правительства Сирийской Республики, со стороны Российской Федерации, акция организована на высшем уровне. العملية تسير كما خططنا، ومن الجانب السوري والجانب الروسي تم تنظيم هذه العملية بشكل ممتاز والأمور جارية كما يجب. بالنسبة لدور الروسي حاليا في المصالحات التي تتم وعمليات تسوية المسلحين في محافظة حمص، نحكي عن دوركم حاليا بهذا الموضوع. Мы выступаем гарантом безопасности проведения всех мероприятий, которые обусловлены соглашением. نحن نلعب دور الضامن لأي اتفاق يتم ولأي تسوية. بالنسبة لموضوع العدوان الأمريكي فجر أمس على إحدى النقاط العسكرية السورية، هل كان له تأثير على المصالحات؟ تشوك سايسا نبضيني سيشا نا أيرادروم شايرات وتتفليان برصيص ببرميريني إلي نا دقابوري. Нет, ни в коей мере это не повлияло на выполнение мероприятий, предусмотренных нашим договором. إطلاقا لم يؤثر العدوان الأمريكي الذي تم على مطار شعيرات في سوريا، والعملية تتم كما خططت. بالنسبة لعملية خروج المسلحين من حي الوعر حتى الآن، هل كان هناك عقبات تم تذليلها؟ يست بربليمي نارايون لارك بريبيفي خط بايفيكوف إذا رايون دسيخبور. По выходу боевиков из района Альвар серьезных проблем на сегодняшний день нет. Есть определенные моменты, которые решаются в рабочем порядке, серьезных проблем нет. مشاكل جدية لا يوجد، ولكن هناك مشاكل جارية خفيفة يتم حلها بوقتها. نعم ياد، هذا كان كلام العقيد سيرجي دروجين رئيس مركز المصالحة في مدينة حمص. طبعا عملية تسوية المسلحين مستمرة أيضا بالتوازي مع عملية خروج المسلحين مع بعض آلاتهم من حي الوعر، حيث تم حتى الآن تسوية أوضاع أكثر من 700 مسلح، بالإضافة أيضا عملية عودة الحياة إلى حي الوعر أيضا بدأت بالتدريج مع دخول المواد الغذائية إلى هذا الحي من لحوم وخضار وأجبان وألوان، بإضافة أيضا إلى كف يد المسلحين، عدد كبير من المسلحين كانوا يتحكمون بأسعار المواد الغذائية داخل هذا الحي، مع خروج عدد كبير من المسلحين كانوا يتحكمون بأسعار هذه المواد. كان ذلك قد أعطى فرصة لأن تنزل أسعار هذه المواد. ياد، أيضا عملية دخول وخروج المدنيين من هذا الحي مستمرة من طريق دوار المهندسين بشكل يومي، يتم خروج أبناء هذا الحي، بالإضافة أيضا هناك من يرغب أن يخرج من هذا الحي عليه أن يتقدم بطلب إلى لجنة حي الوعر، بالإضافة أيضا من هو موجود خارج الحي ويرغب أيضا بالدخول إلى الحي عليه أن يقوم
علي أن يقوم أيضا بمراجعة المكتب الموجود في مكتب محافظة حمص ليقدم أوراق الثبوتية التي تدل على أنهم أبناء حي الوعر، ومن ثم يتم إدخاله وفق الإجراءات المناسبة. نعم إياد. نعم، أشكرك أسامة ديوب مراسل الإخبارية السورية في حمص، شكرا لك أسامة.